ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق في قرارات غير قابلة للاستئناف نادي الاتحاد السعودي ونادي النصر ولاعبيه عوض خميس ومايكون بيريرا بدفع غرامات مالية، إضافة إلى إيقاف اللاعب ماتياس مباراتين وتغريمه 20,000 ريال سعودي. وقررت اللجنة تغريم النصر السعودي بدفع 33,750 ريال سعودي، وذلك لتأخره في الخروج من غرفة الملابس، ما أدى إلى تأخر بدء المباراة أمام الوحدة لمدة دقيقتين. كما ألزمت لاعبي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 20,000 ريال لكل لاعب، وذلك لتغيبهما عن الحضور إلى منطقة اللقاءات السريعة بعد خسارة فريقهما أمام الوحدة. فيما ألزمت الانضباط نادي الاتحاد السعودي بدفع غرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي، وذلك لتأخره في تسليم كشف أسماء اللاعبين المشاركين في مباراة الفريق أمام نادي الاتفاق. تأكدت جاهزية محمد البريك لاعب فريق الكرة بنادي الهلال السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. وكان البريك قد تواجد في عيادة المملكة منذ يومين للكشف عن تطورات إصابة في عضلة الساق الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة أوراوا ريد ديامونز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا. وأكد الإعلامي حمد الصويل أن البريك يحتاج إلى أسبوع واحد فقط من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وجاء ذلك في رسالة نشرها الصويلحي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، جاءت كالآتي: اللهم لك الحمد، البريك بحاجة أسبوع فقط قبل العودة للتدريبات الجماعية، وجاهزيته للقاء الترجي التونسي في افتتاحية مونديال الأندية بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية تطورا ملحوظا في حالته. ويستهل نادي الهلال السعودي مشواره في مونديال الأندية بملاقاة نادي الترجي التونسي بطل إفريقيا في 11 ديسمبر الجاري ضمن الدور الثاني من البطولة. أعلن نادي النصر السعودي مساء اليوم الأحد عن القميص الثالث للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي 2019-2020، وينافس نادي النصر بقوة في الموسم الرياضي الحالي للحفاظ على لقبه كبطل لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، والذي يتبقى له لقاء مؤجل وذلك بعد مرور 10 جولات حتى الآن. وجاء إعلان النصر عن قميصه الثالث بفيديو مبهر عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وكتب النصر تعليقا على الفيديو: بين الماضي والحاضر فارس نجد، أصالة ومجد وفخر. وتصدر هاشتاغ فخامة الطقم الثالث للعالمي اليوم الاثنين مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلان نادي النصر عن قميصه الجديد الذي يأتي تحت اسم فارس نجد. ويحمل القميص الثالث لنادي النصر أحد ألقاب أصفر العاصمة وهو فارس نجد برسم جواد على الجهة اليمنى من الصدر، كما زينت ألوان الأصفر والأزرق الجهة اليسرى. من جانبها طالبت جماهير النصر بعدم ارتداء القميص نظرا لفخامته على أن تتم معاملته مثل لوحة فنية على الجدران. خرج محمد نور أسطورة نادي الاتحاد السعودي بإعلان هام على هامش حفل اعتزال ياسر القحطاني نجم نادي الهلال السابق. محمد نور صدر قرار ضده في عام 2016 بالإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب تناوله المنشطات، حيث تتردد أنباء عن عودته إلى الملاعب في يناير القادم، وبالتحديد مع نادي الاتحاد السعودي
الرياضية قبل الاعتزال نهائيا. وخلال حفل اعتزال القحطاني وجه سامي الجابر أسطورة نادي الهلال السعودي ورئيسه السابق سؤالا إلى محمد نور حول موعد اعتزاله كرة القدم نهائيا، ورد محمد نور على سؤال الجابر قائلا قريبا جدا إن شاء الله. وغير بعيد عن نادي الاتحاد السعودي أعلن المغربي مروان داكوستا مدافع فريق الكرة بنادي الاتحاد عن عودته للتدريبات الجماعية للفريق اليوم الاثنين. وكانت إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي قد قررت معاقبة اللاعب بتغريمه وإلزامه بالتدرب منفردا لأسباب انضباطية بعد تعاطف اللاعب مع تشيلي إيميليانو فيتشيو الذي فسخ تعاقده مع النادي، وتأكيد داكوستا أنه يريد البقاء في الاتحاد ولكن تمت مشكلات تعيقه. ونشر داكوستا رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام جاءت كالآتي: سأعود إلى التدريبات الجماعية الاثنين، أريد أن أنسى كل ما حدث، حان الوقت لنعمل سويا يدا بيد لاعبين وإدارة وجمهور من أجل العودة للقمة، وأن يسطع شعار الاتحاد مجددا لنعمل معا ونفوز معا ونستمتع معا. تنبأ النجم عمر عبد الرحمن الملقب بعموري لاعب نادي الجزيرة الإماراتي بمستقبل نادي الهلال السعودي خلال السنوات القليلة القادمة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019. وتوج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا 2019 بعد تخطي عقبة نادي أوراوا ريد ديامونز الياباني في الدور النهائي بالفوز ذهابا في الرياض بنتيجة 1-0 والانتصار إيابا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب سايتاما في طوكيو. وقال عموري في تصريحات صحفية على هامش حفل اعتزال ياسر القحطاني مساء يوم الأحد: طالما توج الهلال بدور أبطال آسيا في الموسم الحالي فإنها سوف تأتي كثيرا في الأعوام القادمة. وقدم النجم الإماراتي التهنئة إلى جماهير الهلال بهذا الإنجاز الآسيوي للفريق الأول، مشددا على أن الزعيم عاد إلى وضعه الطبيعي على عرش القارة. جدير بالذكر أن عمر عبد الرحمن لعب في صفوف نادي الهلال السعودي خلال الموسم الرياضي الماضي عندما انتقل إليه من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة، إلا أنه تعرض لنكسة عند إصابته بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي جعل إدارة نادي الهلال السعودي تتخلى عنه. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.